بالنسبة للمرأة في حزب سوريا المستقبل أن أتقدم إليكن بأسمى آيات الاحترام وأعمق مشاعر المحبة والسلام لنهنئ ونبارك نساء سوريا الأصيلات ونساء شمال وشرق سوريا ورفيقات دربنا في حزب سوريا المستقبل انعقاد الاجتماع السنوي الأول لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل. وبهذا وصل الصراع والتناقضات الدولية والإقليمية والمحلية المتمركزة في سوريا إلى ذروته مع دخول الأزمة السورية عام 2011، والتي ما زالت في حالة انتظار من خلال جميع المحاولات السياسية وعقد المؤتمرات واللقاءات التي كلها باءت بالفشل. نجدد العهد لكل شهدائنا، لأن بفضل الشهداء اليوم نجتمع في هذه القاعة ونقوم بأعمالنا، فلذلك نحن ماضون في دربنا من أجل تحقيق آمال وطموحات شهدائنا. وأيضا نحن اليوم وفي هذه اللحظات قريبا سوف نستقبل العام الجديد عام 2022. نتمنى أن يكون هذا العام عام الخير والمحبة والسلام لكل أبناء وبنات وأمهات وأهالينا السوريين. اليوم بعد الحرب العالمية الأولى هي تحاول ترجع تبني الأمجاد اللي كانت بالشرق الأوسط، استمرت لاحتلال الشرق الأوسط حوالي 400 عام. اليوم هو تجمع لنساء حزب سوريا مستقبل بمدينة الرقة. أيضا الهدف من هذا الاجتماع السنوي هو أن يكون هناك استراتيجية نقوم بها لتطوير عمل المرأة ضمن صفوف حزب سوريا المستقبل. نهدف إلى أن تكون هناك آلية عمل لتطوير عمل المرأة ضمن المجلس. ما نتمناه بعام 2022 أن يعم الأمن والسلام على أرجاء سوريا جميعا، كما نتمنى أن تكون النساء ضمن صفوف حزب سوريا المستقبل، باعتبار حزب سوريا المستقبل حقيقة يعبر عن السوريين والسوريات بجميع أنحاء سوريا، سواء كان بجميع السوريين سواء كانوا بالداخل وبالخارج. ما نراقبه وما نقرأه من أحداث سياسية والقراءة والتعمق والبحث، نرى بأن 22 ممكن أن يكون أصعب من 21. بعد مرور العام على تأسيس مجلس مرافي حزب سوريا المستقبل، تم انعقاد هذا الاجتماع الذي سيتم تقييم الوضع السياسي والتنظيمي ووضع الفعاليات ووضع المرأة بشكل الخاص خلال عام كامل. طبعا هذا المجلس التي كانت خطوة تاريخية مميزة في هذه المرحلة التي نعيشها في سوريا، ومن خلال الأعمال والنشاطات التي قامت بها المجلس كان لها تأثير إيجابي على المجتمع وبشكل خاص على المرأة، لأن المرأة في شمال شرق سوريا حققت إنجازات ومكتسبات على كافة الأصعدة. ضمن هذا الواقع دائما نعيش في تحديات في صراعات، هذا واقعنا. نحن دورنا في حزب سوريا المستقبل كنا مكاتب مرأة، وبسبب الحاجة تطرقنا إلى تشكيل مجالس المرأة في حزب سوريا المستقبل لتكون المرأة هي اليد المساعدة ويد العون لحل المشاكل في سوريا، ولتكون تأخذ دورها في صنع القرار. بعد مرحلة التحرير من أكبر تنظيم إرهابي، حيث بادرت المرأة إلى تنظيم نفسها في كافة المجالات التنظيمية والسياسية والفكرية والعسكرية منها، متحدية كل الظروف والعوائق والصعوبات التي واجهتها بمختلف أشكالها. هذا المجلس يمثل كافة النساء السوريات وكافة نساء حزب سوريا المستقبل. إذن هذا المجلس هو مجلسنا بالكامل. نبارك ونهنئ المرأة في حزب سوريا المستقبل بانعقاد الاجتماع السنوي الأول لمجلس المرأة، ونعتبره خطوة إيجابية فعالة في سبيل تحقيق أهداف المرأة بالحقوق والواجبات، ودائما نطمح لتطوير عمل المرأة وتوحيد طاقاتها لتكون الركيزة الأساسية في بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. رغم كل هذا، لما كنا نروح فعاليات السباقة هي المرأة، المقدمة هي المرأة في كل المناسبات، كان مراسيم، كان مسيرات، كان
جميع الفعاليات دائما المرأة موجودة رغم كل الصعاب اللي تواجهها. عقد هذا الاجتماع لتقييم العمل التنظيمي على مر هذا العام. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، وثم تلاه تلاوة الوضع السياسي على المستمعين الرفيقات والعضوات والضيوف، وتم تقييم الوضع السياسي من خلال مداخلات عدد من الرفيقات، ثم تلاه بعد ذلك الوضع التنظيمي واختصار دورها على البيت والمنزل وأعباء الأسرة. وإلى حد هذا اليوم تعاني من هذه الأعباء. نادي سوريا أن تتوحد معا من أجل صد كل الهجمات التي تعترض طريق إدارتنا الذاتية بهذه الطريقة وبطليعة المرأة. نحن جئنا إلى هذا المكان بدعوة من مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل لحضور الاجتماع السنوي. ها قد مرت سنة كاملة على تأسيس مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل. طبعا مجلس المرأة كان له الدور الفعال في تهيئة المرأة سياسيا، وقد أصبحت هنا لدينا نساء قويات سياسيات هنا يستطعن أن يكون بالمحافل الدولية وأن يكون صاحبات قرار وصانعات للقرار. تم انعقاد الاجتماع السنوي الأول لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بتاريخ 28 كانون الأول 2021 في مدينة الرقة السورية. ضم الاجتماع ما يقارب 100 شخصية من إداريات وناطقات وأعضاء مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل.